في بلدية بني تام وبني مرغد، حجزنا مصالح تاعنا حجزوا طن و400 كيلو نتاع لحوم فاسدة، ومنها طن وقنطار في بلدية بني تامو من لحوم فاسدة، و300 كيلو نتاع لحوم فاسدة في بلدية بني مرغد. صبنا 100 رأس نتاع تقريبا 199 رأس نتاع غنم، وهاد الغنم على كل حال رايحين في طريق الذبح. والدليل على هذا صبنا عندهم دي ماتيريال نتاع الذبح وكل كل كل ما يخص الذبح نتاع الغنم، وصبنا عندهم الخاتم البيطري، صبنا من زوج اختام بيطاري غير شرعيين ومزورين.